احنا اليوم كيف تشوفوا احنا متواجدين في القريه ديال الماراثون لو فيلاج دو ماراثون اللي هنايا في هذه البلاصه اللي تعرفوا البيضاويين بنيفادا واللي هي سميتها بلاص الرشيدي، باش غتكون فرصه لهذوك الناس اللي تسجلوا عندنا باش يجيو ياخذوا لي دوسار الصدريات ديالهم لي دوسار ديالهم، واللي باقي ما تسجلش فغادي يجي باش تكون فرصه يتسجل وياخذ الدوسار ديالو. وان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الفيلاج هنا فهو مستمر هنايا حتى اليوم السبت 26 مساء في الليل، وحنا راحنا موجودين هنا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 8 زوالا إن شاء الله مساء. دونك مرحبا بكم، وهذا نداء بالنسبة لجميع الناس اللي باغيين يتشاركوا باش يجيو مرحبا بهم عندنا هنايا. ونهار السبت 26 أكتوبر ما نساوش غادي تكون واحد السباق ديال الأطفال من 6 سنين حتى 14 عام اللي غادي يكون إن شاء الله هنايا في لاليغا. كنزري انا والبنات دونك نورمال زعما باش تشارك بنت ليا وبنو ليا لي بوبليسيتي بارتو، دونك قلنا نتفيدو بوكو بو 10 كيلومتر مستعد دابا بيان سور. اليوم جرينا الصباح درنا 10 كيلومتر دونك صافا مزيان.